السلام عليكم أحبتي في الله، مرحبا بكم فيديو جديد مع شهوة سمسمة. إن شاء الله وصفة اليوم بريوش على شكل ضفيرة، نكهته بجوج ديال النكهات، واحد بالزبيب والفاني والآخر نكهته بحبة حلاوة والنافع والزنجلان. نتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم، فهي تجي فعلا رائعة وتجي زوينة بزاف. بسم الله ننتقلوا الى المقادير. بالنسبه للدقيق هنستعمل جوج انواع ديال الدقيق كما تلاحظوا امامنا. عندي هنا الفرص 250 غرام ديال الفرص الابيض يعني المتعدد الاستعمالات. عندي الدقيق الكامل هنايا كما تلاحظوا راه خليته بالنخاله ديالو ما غربلتوش، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندنا بيضه، 3 المعالق كبار ديال السكر، 50 غرام ديال الزبدة وتكون بحرارة الغرفة ضروري، عندنا فاني، وعندنا هنايا الزبيب تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار اللي من بعد نفزقهم، وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، وجوج معالق كبار ديال الزنجلان أي السمسم طحنتهم مزيان، وعندي 100 تقريبا 250 مليلتر ديال الحليب الدافئ. بالنسبه للزبيب والفاني والخليط ديال الزنجلان وحبه حلاوه والنافع نخليوهم من بعد، وكذلك الزبده. وننتقلوا نعجنوا، تنديروا الخميره وتنديروا البيضه ديالنا والملح ما ذكرتوش قبيله والسكر، وتنعجنوا بالحليب وتنجمعوا العجينه. هانتوما تتلاحظوا كيفاش تيكون القوام ديالها، ما تتكونش قاصحه. دابا عاد تنضيفوا الزبده كما قلت تكون بحراره الغرفه خرجناها قبل، وتندخلوها مزيان في هذا العجين. فتتولي على هذا الشكل، الآن تنقسمهم على جوج إلى نصفين باش كل نصف نكهو مذاق مختلف. تنحيد النصف الأول تنحتفظ به جانبا، والنصف الآخر تنسمو بالخليط ديال الزنجلان وحبة حلاوة والنافع اللي طحناهم. اللي عزيز عليه القراشل راه ضروري يعجبو هاد البريوش، هادا تيجي غزال. وتنتقل للنصف الثاني اللي تندير معاه الفاني والزبيب اللي صفيتو من الماء اللي رقدتو فيه شويه، وتندخل فيه هاد المكونات، تنغلفهم البلاستيك الغذائي وتنخليهم يرتاحوا على الاقل نصف ساعه. من بعد تجي المرحلة ديال التشكيل، لأنني بغيت نشكلهم على شكل ضفيرة باش يجي الشكل ديالها جميل. تنقدها بهذا الشكل وتنقسمها لثلاثة ديال الكرات متساوية إذا أمكن. ومن بعد تنحاول نديرهم حرابل يكونوا متساويين في الطول ديالهم كما تتلاحظوا. فهذه هي العجينة اللي نسمتها بالنافع وباقي المقادير.
هنا شكلتهم حرابل ودابا تنحاول ندير الضفيرة ديالي، ولكن ما نزيرش العجين ضروري مهادي هاد الملاحظة، وتنقادو بشوية عليا حتى تنكمل الضفيرة. وضروري نشدوها مزيان من الاخير باش ما تحلش لينا من يتخمل ولا من يدخلوها الفرن. نضغطوا عليها جيدا وتتجينا بهذا الشكل هذا كما تلاحظوا، تجي زوينة. تنتقلوا باش نشكلوا العجينة ديال الزبيب، حتى هي بنفس الطريقة تنديروها على شكل ضفيرة. هنا تنوضعهم في الصينية ديال الفرن مباشرة وتنخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. هنا من يخمروا تنجيب أصفر بيضة مع القليل من الحليب وتنحاول ندهنهم، ولكن غير بشوية باش ما ينزلش لنا البريوش. وتنزينهم هنايا بالزنجلان، هذيك اللي نسمتها بالزنجلان والنافع، وهذيك الضفيرة اللي بالزبيب تنزينها بليزامون ديفيلي، شرائح اللوز او رقائق اللوز، وتندخلهم للفرن ساخن حتى تيتحمروا تيجيو بهذا الشكل هذا كما تلاحظوا محمرين وغزلان والريحة يا سلام. انا نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش تيجيو من الداخل، تيجي واحد الخبز رائع واكيد حسن بألف درجة من الخبز اللي تيتباع. تحضروه لوليداتكم، راه تيعجبهم بزاف ومفيد، فيه الدقيق الكامل وفيه الزبيب وفيه داك الحبوب النافع وحبة حلاوة والزنجلان، تتعطيهم شي حاجة مفيدة صحية واكيد نقية لانها موجودة في البيت. نتمنى هاد الوصفة احبتي تنال الاعجاب ديالكم، فانا ديما تنحضرها لوليداتي كما تلاحظوا الشكل ديالو تيجي رائع، وخصوصا هذا اللي فيه المذاق النافع اللي عزيز عليه النافع وحبه حلاوه. وهذه نخليكم مع بعض الصور لانني فايته محضراه عده مرات. هنا ما زينتوش برقائق اللوز، فقط هي بالبيض كما تيجي من الداخل. شكرا على المشاهدة ديالكم، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة اليوم. اللهم أديمها نعمة على الجميع واحفظها من الزوال، في أمان الله.